اه فريق محتاج، وكمان حتى محتاج التجهيز المعنوي، لانه واحنا بنتكلم عن هذا النموذج الرياضي المشرف اللي رئيس الجمهوريه بيثمنه وبيقدره وبيأكد عليه مع منتخب اليد، وقال لك مع كل النماذج الرياضيه المشرفه لمصر، الاقي بعض الجرايد للاسف هنا في مصر في تناول اخبار الاهلي الى درجه تشعرك انه الاهلي بيلعب ب 11 لاعب وبقيه الانديه بيلعب باكتر من كده، او الاهلي الوحيد اللي عنده دكه احتياط، او الاهلي الوحيد اللي بيعمل اعارات. جورنان بعينه وهو جريده الاهرام المسائي في يومين متتاليين، البدلاء قنبله موقوته في الاهلي. ربيعه بيرفض ومروان يثير الانقسام وجدل حول اجاييه. انت بتتكلم على اتنين، واحد راجع من الاصابه وتاني لسه ما رجعش. اجاييه وربيعه. ايوه. ومروان يا دوبك رجع ولعب الماتش اللي فات. بالظبط. شوف تاني. هم طبعا اللي كاتب الاخبار دي عايز يصدر لك مشكله قبل ما تطلع. لكن اللعيب بقى بتاعنا هو ده اللي يهمني. اذا اديت من خلال ادائك وتصرفاتك وتعليقاتك على وسائل التواصل الاجتماعي ما يؤكد هذا الزعم، فانت الحقيقه لا ما يعني مش دي مش 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 انت اللي هتبقى النموذج اللي مستنيه النادي الاهلي. لكن طيب. ابقى اشك ان في حد في الاهلي النهارده ممكن يعمل كده. متزامن. الاقي تاني يوم، شوفوا بقى العمد في المساله، تاني يوم على طول في نفس الجورنان المعارون صداع في الاهلي. عبد القادر يقترب من العوده وجلسه مع حمدي وتغييرات امام بيراميدز. يعني الاهلي اعار لعيبه، كل الانديه اعارت لعيبه، عبد القادر ده مهاجم صاعد وعمار حمدي عشان ياخد فرصه لعب تم اعاره. ما هو اعاره بقوا صداع. اعاره يعني ايه؟ اعاره يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي موجود لنهايه الموسم. ايه الصداع اللي فيها؟ بعد نهايه الموسم هتبقى افيلبل انك ترجع ومتاح انك ترجع وتكمل اعارتك. يبقى خلينا في الصداع لاخر الموسم. والنبي انتوا اللي هتجيبوا لنا صداع. يعني اللي بيكتبوا هذه الاخبار لا في شيء من الضمير شويه، يعني مش كل حاجه صداع وازمه وانا لما عندي لعيبه تتالق في الاعاره دي سلبيه ولا ميزه؟ ما انا مطلعها عشان تتالق. انا عارف. ده هي بيحقق لي الهدف.